بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بإذن الله سوف نتعرف على درس عد النواتج. طيب، عد النواتج عندي في مفردتين، اللي هو فضاء العينة هو الرسم الشجري. فضاء العينة ما هو؟ هو مجموعة كل النواتج الممكنة في تجربة احتمالية، ويمكن استعمال الجداول أو الرسم الشجري لبيان النواتج في فضاء العينة. طبعا الفضاء العينة بنات والرسم الشجري هذا أخذتوه في المرحلة الابتدائية اللي هو سادس ابتدائي. طيب تعالي نجري الأمثلة. إيجاد فضاء العينة. استراحة. في فترة الاستراحة يتناول طلاب مدرسة ما كوب من الشاهي أو كوب من القهوة، وقد يضعون سكر في الكوب أو لا، وقد يضيفون أيضا حليب أو لا. أوجد النواتج الممكنة. طيب أول شيء احتمال أنهم يأخذون كوب شاهي، ممكن يضعون سكر وممكن لا، وممكن مع الشاهي يضعون حليب وممكن لا. خلاص. طيب هنا كم بيكون عندي احتمال؟ 4 احتمالات. أول شيء ممكن أني أقول شاهي مع سكر مع حليب، كل الإضافات. ممكن أن يكون عندي شاهي مع السكر بدون حليب، وممكن أن يكون عندي شاهي بدون سكر بدون مع حليب، وممكن يكون عندي شاهي بدون سكر بدون حليب. هذه احتمالات الشاهي الأولى. نبدأ نرجع نعيد الاحتمالات الثاني مرة، بس مع مين؟ مع كوب القهوة. ممكن يكون عندي قهوة، ممكن أضع فيها سكر، ممكن لا. خلاص. إذا ممكن احتمال أني أضع كوب سكر مع كوب قهوة مع سكر مع حليب، هذا أول احتمال. كوب سكر قهوة مع سكر مع حليب. ممكن أني أكون عندي كوب سكر كوب قهوة مع السكر بدون الحليب، ممكن يكون عندي كوب قهوة بدون سكر مع حليب، وآخر شيء قهوة بدون سكر بدون حليب. خلاص بكذا أنا أكون أوجدت النواتج الممكنة. خلاص. طيب تعالي نشوف فقرة باء. يقول يوجد ينتج مصنع نوعين من الحقائب، الحقيبة الأولى ألف والحقيبة الأولى باء، وبألوان مختلفة هي الأسود والبني والأزرق. أوجدي فضاء العينة لجميع النواتج الممكنة. طيب أول شيء أنا عندي الحقيبة ألف، وبعدين عندي الحقيبة باء. الحقيبة ألف ممكن يجي لونها باللون الأسود أو البني أو الأزرق، صح؟ إذا ممكن يكون عندي 3 اختيارات، أسود، أقول أسود أو بني أو أزرق، صح؟ أيضا باء ممكن ينتج لي حقيبة سوداء، وممكن بنية، أو ممكن أزرق. خلاص. أيضا عندي 3 احتمالات. نجي الحين البنات فضاء العينة. شلون أوجد فضاء العينة اللي هو النواتج؟ النواتج اللي تطلع لي هنا، أنا عندي ألف أبدأ أمشي على نفس السهم. الحقيبة ألف ممكن ينتج لي حقيبة ألف لونها ماذا؟ أسود. ممكن يكون عندي الحقيبة باء لونها ماذا؟ بني. إذا أقول باء نوع باء ولونها بني. ممكن ينتج لي الحقيبة ألف، عفوا هنا ألف، هنا ألف ولونها بني. ممكن يكون عندي نوع الحقيبة ألف وماذا لونها؟ أزرق، فأقول ألف وأزرق. طيب هذا فضاء العينة اللي أنا سويته هنا، اسمه فضاء العينة يا بنات، هذا اسمه فضاء العينة اللي أنا فضيت بس العينة الموجودة عندي هنا. طيب تعالي هنا ممكن يكون عندي حقيبة باء لونها أسود. طيب أضع سهم وأقول باء أسود. طيب وممكن يكون عندي نوع الحقيبة من الصنف باء ولونها بني، وأيضا هنا ممكن يكون عندي نوع الحقيبة باء مع اللون الأزرق. خلاص. اللي أنا سويته هنا الأزرق الفاتح هذا اسمه يا بنات فضاء العينة، اسمه فضاء العينة. كذا أنا سويتها هذا بالرسم الشجري، يسمى الرسم الشجري. خلاص، لأن فيه تفرع، وهذا بطريقة الجدول. ممكن أنك تسوين هذه ألف وباء، ممكن تسوينها بالجدول، صح؟ وأنا سويتها بالرسم الشجري أيضا، صح؟ خلاص. طيب تعالي هنا يقول لك مثال من الاختبار. ينتج مصنع نوعا من السيارات ب3 ألوان، هي الفضي الأحمر والأبيض، ويصنع السيارة بفتحة في السقف أو بدون فتحة. أي من الجداول التالية يبين جميع النواتج الممكنة؟ أنا عندي مثلا الفضي ممكن يكون فيه فتحة أو بدون فتحة، الأحمر أيضا بفتحة أو بدون فتحة، الأبيض بفتحة أو بدون فتحة. طيب كم احتمال عندي هنا؟ راح يكون عندي 1 2 3 4 5 6، 6 احتمالات. شو الجدول اللي هنا مبين؟
أيوة، اللي هو فقرة ألف هو الإجابة الصحيحة. ليه؟ لأن نجي الحين فضي فتحة أو بدون فتحة موجود، فضي بفتحة وبدون فتحة، أحمر أيضا بفتحة أو بدون فتحة، الأبيض بفتحة أو بدون فتحة، وهكذا. إذا كل الاحتمالات الصحيحة فقرة ألف، ضم لي إياها كلها. الباء هنا منقص لي، حاط فضي أحمر أبيض وبعدين فضي أبيض ونسى الأحمر. هنا حط لي بفتحة بدون فتحة بفتحة، لا أنا عندي الفضي ممكن يكون فيه فتحة وممكن يكون ما فيه فتحة، الأحمر بفتحة ممكن يكون بدون فتحة، وهكذا نفس الطريقة. فقرة ج هنا أيضا رسم لي إياها بالرسم الشجري، وحط لي مين؟ حط لي هذا اللي قلت لكم عليه قبل شوي اسمه فضاء العينة، فضاء العينة. حط لي فضي بفتحة أو بدون، أحمر بفتحة أو بدون، والأبيض أيضا بفتحة أو بدون، وراح أوجد لي هنا فضاء العينة. طيب تعالي هنا يقول لك فقرة جيم ألعاب. رمت ريم 3 قطع نقود، إذا كان ناتج رمي القطعة الثلاثة شعار فإنها تربح نقطة، وإذا كان غير ذلك تربح سارة نقطة. أوجدي فضاء العينة ثم أوجدي احتمال ربح ريم. أول مرة يا بنات راح ترمي ريم، راح ترمي 3 قطع نقود، خلاص 3 قطع نقود بترميها ريم، أو نقول إنها رمتها ريم 3 قطع نقود. إذا كان ناتجها كلها شعار شعار شعار، أنتوا عارفين إن قطعة النقود في الجهة الثانية فيها شعار والجهة الثانية كتابة، هذه كتابة. طيب أول مرة راح ترمي راح يطلع لها يا شعار يا كتابة، ثاني مرة راح ترمي أيضا بيطلع لها يا شعار يا كتابة. هنا أيضا ثاني مرة، يعني مثلا لو المرة الأولى رمت طلع لها شعار، المرة الثانية راح يطلع لها لما ترمي يا شعار يا كتابة. طيب ممكن لما طلع لها شعار طلع لها أول مرة كتابة، لما تجي ترمي مرة ثانية بيطلع لها يا شعار يا كتابة. طيب بكذا هذه المرة الأولى، هذه المرة الثانية. نجي المرة الثالثة راح ترمي، ممكن يطلع لها شعار، المرة الأولى شعار، المرة الثانية شعار، المرة الثالثة أيضا شعار، وممكن يطلع لها المرة الأولى شعار، المرة الأولى شعار، المرة الثالثة كتابة. طيب نكمل، إذا مثلا طلع لها المرة الأولى لما رمت شعار، المرة الثانية لما رمت طلع لها كتابة، المرة الثالثة أيضا بيطلع لها شعار يا كتابة. وأيضا نكمل على نفس النمط هذا لحد ما نخلص 3 احتمالات، هذا الاحتمال الأول، هذا الاحتمال الثاني، هذا الاحتمال الثالث. نجي الآن يا بنات لي، نجي الحين لفضاء العينة، نبدأ نستخدم أضع. طيب فضاء العينة هنا راح أقول شعار شعار شعار، فضاء العينة راح أقول شعار شعار وأيضا شعار. طيب هنا شعار شعار كتابة، أجي أفضي الآن شعار وشعار وكتابة. المرة اللي بعدها أقول شعار كتابة شعار، خلاص أبدأ أفضيها شعار كتابة شعار. طيب المرة اللي بعدها شعار كتابة كتابة، أبدأ أفضي شعار كتابة كتابة. وهنا خلاص خلصنا من الاحتمالات الأولى، نجي الآن الاحتمالات الثانية اللي هي كتابة شعار شعار، إذا كتابة شعار شعار، والمرة هذه الثانية كتابة، المرة الأولى طلع لها كتابة، المرة الثانية شعار، المرة الثالثة كتابة، واللي بعدها كتابة كتابة شعار، وآخر احتمال اللي هو يطلع لها كتابة وكتابة وكتابة. طيب خلاص بكذا أنا أوجدت هذا اسمه فضاء العينة، اللي أنا أوجدته الآن اسمه فضاء العينة. طيب نجي لشيء يا بنات بعد فضاء العينة، يقول لك كان ناتج رمي القطعة الثلاثة شعار فإنها سوف تربح. طيب كم فضاء عينة أنا أوجدت؟ طبعا كم مرة تكرر الشعار؟ مرة واحدة بس، صح؟ شعار شعار شعار، إذا راح يكون عندي 1 على كم مجموع فضاء العينة؟ تعال نعدها مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7 8، إذا احتمال فوز ريم يساوي 1 على 8، خلاص؟ وإذا كان غير ذلك تربح سارة. طيب كم ربح سارة؟ احتمال فوز سارة كم يساوي؟ خلاص هذه بس تبع ريم، اللي إذا كان طلع لها 3 مرات شعار تبع ريم، ريم بس اللي تفوز، سارة تخسر. طيب تعالي نشوف احتمال فوز سارة، عندي احتمال فوز سارة، يلا نبدأ نحسب 1، خلاص هذه شعار 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 حقت ريم، 1 2 3 4 5 6 7، إذا
احتمال ربح سارة راح يكون 7 على مجموع الاحتمالات كاملة 8. إذا مين هنا احتمال ربحها أكثر؟ اللي هو سارة. كذا يكون خلص درس اليوم.